ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. ريكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فام. نهار وعشرة دقائق على إذاعة الحيتة فين. مرحبا بكم الناس كل في موعد جديد من برنامج ريكاب ميدي، انطلق من توا حتى لساعتين نرجع فيه على أبرز الأحداث والمستجدات في تونس وفي العالم. نجموا تسمعونا على 93 على البوندا فيم وإلا على الباج فيسبوك متاعنا إذاعة الحياة مقابلها بالفرنسي الحيتة فيم وبيع عن لايف ستريمينج الحيتة فيم بوان. ترحب بالفريق العمل معايا لليوم، أحمد المخلوفي في الأخراج التقني وأحمد الشفار في الديجيتال، أنسة الهمامي في سندار، معكم سهام حمدي في من قدام الميكرو من توا حتى لساعتين في ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. ريكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فام. شنو سنة فيكم لليوم في ريكاب ميدي؟ كالعادة نرجع لأبرز الأحداث والمستجدات الحينية. إن شاء الله بعد شوية باش نحكيو على الوضع في ليبيا، الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس، وخاصة ما يهمنا التوينسة المتواجدين في ليبيا، باش تكون عنا مداخلة بعد شوية. سينو على الصعيد المحلي نحكيو على تركيز سوق لبيع وشراء السيارات في معتمدية حجب العيون. نرجع زيد اليوم بالتحليل والتفصيل على الزيادة في أسعار الكهرباء والغاز، التفاصيل بالتدقيق على هذه الزيادة وقراءة اقتصادية أيضا فيها سينو في ديفير نيوز لليوم. باش نرجع على زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تركيا، زيارة دوم 3 أيام، شنو أهداف في الزيارة وكيفاش باش ترجع على العلاقات التركية الجزائرية وعلى دولة الجزائر. ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. نص النهار و 15 دقيقة على إذاعة الحياة فهم، أنتم تسمعوا في ريكاب ميدي وكالعادة البداية تكون بالأكتواليتي. أكتواليتي. في الأكتواليتي لليوم باش نبداو بالشقيقة ليبيا، تطورات ميدانية أمنية في ليبيا عقب دخول رئيس الحكومة المكلف فتحي بشاغة إلى العاصمة طرابلس، اشتباكات في العاصمة الليبية وإطلاق نار. باش ناخذوا فكرة أكثر على الوضع في الشقيقة ليبيا، خاصة في المناطق القريبة من الحدود التونسية، وبطبيعة الحال يهمنا نعرفوا الجالية التونسية المتواجدة في ليبيا ونتابعوا التطورات الميدانية، وإن شاء الله يكونوا كلهم لباس. معنا بالتليفون سيد مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان. سي مصطفى عبد الكبير عسلمة، مرحبا بك على إذاعة الحياة فام. ألو. مرحبا سي مصطفى عبد الكبير، أهلا وسهلا. مرحبا ومرحبا بكل السادة المشاهدين والمستمعين. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة سي مصطفى. نتابعوا ببالغ الاهتمام التطورات والمستجدات الأمنية الميدانية في الشقيقة ليبيا وخاصة في العاصمة الليبية طرابلس، بحكم متابعتك للوضع دائما في الشقيقة ليبيا، لو كنت تعطينا فكرة حسب ما هو متوفر سي مصطفى عبد الكبير على الوضع في ليبيا حاليا، خاصة في المناطق القريبة من الحدود التونسية. ويعني أول حاجة يجب أن تفهموا أنه في باستثناء العاصمة الليبية طرابلس وبعض المناوشات اللي صارت، أن الوضع الأمني بصفة عامة تحت السيطرة، وأنه المناطق المحاذية لحدودنا ولا أمننا هي مناطق آمنة وهادية، وأيضا حتى الطريق السريع الرابط بين راس الجيل والعاصمة الليبية طرابلس في وضع عادي، يعني لا ليس هناك معناها حاجات تدعو للقلق، معناها للقلق من جانب. ومن جانب آخر أيضا احنا متوقعين الشيء هذا ونعرفه، وأن من فترة نخدم عليه، أنه متوقعين أنه منذ أن تم تكليف فتح بشاغة والخلافات الحاصلة بين اصطفاف المملكة المتحدة نحو الشرعية وتمسكها هي وعدة أطراف دولية بحكومة بيبة، بالمقابل هناك أطراف أخرى دولية داعمة للبشاغة. في نفس الشيء هناك يتم ثم انقسام خارجي، ثم انقسام داخلي على شخص فتحي بشاغة وعلى شخص دبيبة، كل اللي هو أطراف والأطراف كلها مرتبطة بالمصلحة. بالتالي احنا متوقعين أن هناك أيضا كتائب تدعم هذا وكتائب ضد الآخر وكتائب تدعم الآخر وكتائب ضد هذا. هذا طبيعي لأنه هي كلها في نهاية صراع بطبيعة الحال عنده يعني تراكماته،
الصراع هذا ايضا مدعوم من اطراف دوليه. اليوم الصراع هذا احنا ننتظره في اليوم هذا وننتظره ان كما هناك منذ تقريبا هذا راهو يلزم نتفق مش اليوم فقط صارت عند اكثر من 5 أيام هناك مناوشات بين عديد من الكتائب سواء كان في المدخل الشمالي للعاصمه الليبيه طرابلس ولا المدخل الجنوبي ولا من الجهه الغربيه او للعاصمه الليبيه طرابلس في عدة مناقص خاصه على مستوى الطريق السريعه وتحديدا بوابه 27 اللي هي تربط بين مدينه الزاويه على مستوى والشفانه والزاويه ودخولا الى طرابلس والزنزور وخاصه تحديدا بمنطقه الزنزور اين بطبيعه الحال ترتكز اكبر الكتائب المواليه لدبيبه والرافضه لفتح بشار. بالتالي احنا نتابعوا الوضع هذا ولكن سي مصطفى يظهر لي اليوم يعني تم الحديث بشكل كبير وعلى اطلاق نار واشتباكات نظرا انه التحركات هذه تتزامن مع دخول بشاغه الى العاصمه الليبيه طرابلس وارتفاع المنسوب شوي وارتفاع يعني حجمه ولكن انا اعتقد يعني انه لن تتوسع دائره الاختطال في الساعات القادمه. هناك بطبيعه الحال حوارات جديه وهناك تحركات على مستوى داخل العاصمه الليبيه طرابلس وهناك ضغط كبير من عديد من الاطراف. اعتقد انه هذه المناوشات ستبقى هذه المناوشات وتبادل لاطلاق النار. ارتفع منسوبه ليله البارحه واليوم مقارنه بالايام الفارطه ولكن انا اعتقد انه ماهوش باش يتسع ان شاء الله يا رب. هذا 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 احنا نتابعه في الوضع والمستوى جديدنا كما تعرفي ما عندناش الان حتى مشكله في حد طلب النجده وانطلاقا من منبركم الموقر وكما كنت صرحت عديد وسائل الاعلام احنا بطبيعه الحال حتى في الوضع السلم وضع العادي دائما على ذمتهم. شكرا لك يا سي مصطفى. الشده ويعني تطلبنا في اي وقت لنا شبكة علاقات مرتبطة بعمداء البلديات والمنظمات والوجهاء وعديد من الناس. انقطع الخط مع سي مصطفى عبد الكبير. رجاء لو كان تعاودوا تتصلوا به فقط باش نحكيو على الجاليه التونسيه المتواجده في ليبيا. تعاود تتصل به احمد سي مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان. اذا ياكد وانه الاشتباكات اللي صايره اليوم ارتفعت الحده نتاعها راهي متواجده في الايامات اللي فاتت ولكن بحده اقل. علاش اليوم يعني ارتفعت الوتيره نتاع الاشتباكات هذه نظرا لانه فتحي بشاغه رئيس الحكومه المكلف من البرلمان توجه إلى العاصمة الليبية طرابلس استعدادا منه لمباشرة الأعمال متاعه. وبطبيعة الحال تعرفوا أنه في ليبيا فما زوز رؤساء حكومات بشاغة المكلف بتشكيل حكومة والدبيبة اللي هو يصر على مواصلة العمل وتمسكه بالحكومة على أساس وأنه ينتظر الانتخابات من أجل أنه يسلم الحكم ويسلم العهدة إلى حكومة منتخبة على حد تعبيره. ويأكد سي مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان أنه الوضع على الحدود لا يدعو إلى القلق، تقريبا عادي على خلاف ما راج في بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنه فما توتر قرب الحدود ولا قرب معبر راس جدير. لا يؤكد وأنه الوضع مستقر عادي ما فماش يعني حتى مجال لي يدعو إلى الشك. ما تحصلناش على سي مصطفى عبد الكبير على كل في هذايا الكل نلقاه وأنه الخارجية التونسية أصدرت بلاغ تدعو فيه مواطنين التوانسة اللي موجودين في ليبيا أنهم يتوخوا الحذر نظرا لأنه فما اشتباكات بالأسلحة. زادة نسأل السلامة للتوانسة الكل المتواجدين في ليبيا أيضا للأشقاء الليبيين وإن شاء الله ما تتواصلش هذه الاشتباكات. كانت هذه مصافحة أولى معكم في لاكتواليتي في ريكاب ميدي مواصلين حتى لساعتين. ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. نص النهار وتسعة وثلاثين دقيقة أنتم في الاستماع على إذاعة اللحظة فهم. هذا ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. من أبرز المشاريع اللي نحكي عليهم اليوم في معتمدية حجب العيون واللي باش يكون عنده مردود كبير برشا على مستوى التنمية والإيرادات المالية لمعتمدية حجب العيون. نحكي على مشروع تركيز سوق لبيع وشراء السيارات في حجب العيون. لأكثر تفاصيل معنا بالتليفون السيد لزهر النصري رئيس بلدية حجب العيون. سي لزهر عسلامة مرحبا بك على إذاعة الحياة فام.
أهلا ومرحبا بكم، شكرا لإذاعة إف إم وشكرا لكافة المستمعين. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. سي الأزهر، لو كانت تعطينا فكرة على هالسوق هذه لبيع وشراء السيارات في حاجب العيون، المشروع هذا وين وصل بعد اتخاذ القرار؟ والله بطبيعة الحال معناتها تم إقرار بعض السوق هذه بمداولة المجلس البلدي خلال شهر مارس الدورة العادية الأولى، وذلك بإحداث سوق للسيارات بحجم عيون نظرا للموقع الاستراتيجي والمتميز مع المعتمدية في وسط الجمهورية التونسية، ورينا وأنه الموقع نتاعنا وكذلك معناتها لنا برشا تجار معناتها أبناء الحاجب معناتها ناشطين في المجال هذا، فلما لا قلنا أنه نضع في السوق هذه أولا معناتها اللي تضفي حركية اقتصادية متميزة معناتها للجهة، وكذلك لتقريب الخدمة هذه لبناء حجب العيون والمدن والقرى المجاورة. معناتها كان نشوفه معناتها في الجهة نتاعنا معناتها في القيروان فماش حتى سوق، معناتها ولاية القيروان اللي هي من أهم الولايات في الجمهورية التونسية ومن أكبرها معناتها سواء على مستوى النساء أو مستوى السكان، وتتوسط الجمهورية يعني هي تتوسط الجمهورية ومع الأسف مزال سوق سيارات، لأن معناتها يلزم الاستثمار في المواقع كي نستثمر في برشا حوايج جديد، ويلزم نستثمر زاد في موقع الموقع نتاعنا اللي هو في وسط الجمهورية واللي ميزات حاجب العيون معناتها معتمدية معناتها متميزة في نشاطها الفلاحي والتجاري. به سي الأزهر، بعد اتخاذ القرار معناها لقيتوا مثال المكان اللي باش يتعمل عليه هذا السوق؟ احنا عندنا مكان مخصصين بالطبيعة معناتها السوق السوق بصفة عامة الأسواق الأسبوعية، ومكان هو متميز مع أحداث طريق خزانية اللي هي بدات الأشغال نتاعها إن شاء الله اليوم الصباح، كنا في لقاء معناتها خاص بها مع ومع المقاول معناتها ينجز وان شاء الله معناتها تتواصل وان شاء الله يتم انجازها معناتها. يعني هي مرتبطه بالطريق الحزامية سي الأزهر؟ الطريق الحزامية لتيسير الدخول والخروج معناتها من والى مدينه حجب العيون، وهي معموله للمنطقه الصناعيه كما نعرفوا، هي بعد احداث معناتها فهم مستثمر معناتها دخل، وان شاء الله في كما نعرفوا الكل فما تعطيلات على مستوى معناتها تزويد بكهرباء، وهذا معناتها كان موضوع جلسة أخيرة مع السيد القيروي المشكور واللي إن شاء الله معناتها بيدعمه، معناتها يتم الانطلاق معناتها تقريبا في شهر جويلية أوت في استغلال المصانع هذوما في العمل بالمصانع هذوما. لكن نعود إلى سوق الطيارات الأسبوع هذا، خاطر يلزم الإعداد والانطلاق تكون ناجحة، هذا ما نبرمجوش نهار نمشيو، من يلزم الانطلاق واليوم الاول والانتصاب الاول بسوق يلزم يكون ناجح باش معناتها تاخذ الصدى معناتها صدى النجاح مش صدى الفشل. هذا ان شاء الله نهايه الاسبوع هذا باش نقوموا بجلسه مع تجار بالجهه حتى معناتها من اماكن اخرى باش نحاولوا نتبعوه ونسمعوا اراهم، نسمعوا وجهه النظر نتاعهم ورؤيتهم ميدانيه واقعيه للقطاع هذا، يعطونا معناتها الطريقه المثلى كيفاش يتم الاشهار، كيفاش يتم معناتها ربط العلاقات باش النهار معناتها الانطلاق تكون انطلاقه معناتها على اسس صحيح. واختيار النهار اللي باش ينتصب فيه هذا السوق زاد مهم ياسر. احنا مبدئيا اختيار النهار، وهذه دعوه لكافه المستمعين والمش يستعملوا واللي يحبوا معناتها يجوا السوق هذا سواء للشراء او للبيع، اليوم المده الاولى ستكون مجانيه معناتها، وذلك بقرار مجلس بلدي مجانيه للتشجيع معناتها والتعريف بالسوق والتعريف نهار تكون معناتها السوق هذه معروفه ولا فيها نشاط باهي، وقتها تولي تتنظم اكثر ويولي فما معاليين بالطبيعه، اما في المرحله الاولى هذا اعلان للجميع راهي مشكون مجاني وراهي هامه برشا مجاني به. وقتاش نجموا نحكيوا على استغلال فعلي لهذه السوق سي الأزهر؟ ان شاء الله نهار الجمعه القادمه، الجمعه هذه يعني بعد يومين عندنا اجتماع كما اشرت مع التجار والمعنيين بالامر، سنحدد كيف ستتم الانطلاقه والتاريخ الفعلي، لانه ساهل برشا راهو باش نقول لك مثلا نهار الاثنين نبداو، لكن راهو مش ساهل انه كي تفشل مثلا لا يفشل السوق من البدايه نتاعو ما عادش نجمو نرجعو به، احنا نحبو بدايه وانطلاق فعلي وناجح في السوق هذه ان شاء الله يا رب.
فان شاء الله تكون نقطه اشعه ونقطه ضوء في المنطقه نتاعنا وفي ولايه القيروان لان هي السوق الاولى ان شاء الله. بما انه سي لازهر زاد المكان موجود اللي هو المكان نتاع السوق في حجب العيون، هذا باش يضغط على التكلفه نتاع تركيز السوق هذا. ديما هذا السوق السوق الطيارات او السوق هذه معناتها اكثر حاجه يسهل اشهار التنظيم. اما راهو بالنسبه للموقع، الموقع بالعكس موقع هذا موقع متميز وعندنا معناتها فضاء معناتها فيه طور وحتى خارج الطور فضاء معناتها فيه، حتى بتعرفوا السيارات ساعات كيما توصل العاصمه معناتها يعني يلزمك عندك فضائيات معناتها خاصه هي بطبيعه الحال بالبلديه ومشكون معناتها على ذمه كافه معناتها الداعي وداعي السيارات القديمه. واضح. دونك نهار الجمعه فما جلسه بخصوص سوق السيارات في حجب العيون، باش تختاروا يعني النهار اللي باش يكون فيه الموعد الانطلاق، وباش يكون مره في الاسبوع بطبيعه الحال سي لازهر. ان شاء الله وسائل الاعلام معناتها على الاقل الجهويه والمحليه تكون معنا معناتها اكيد سي لازهر. احنا معناتها ناجحه السوق هذه اكيد سي لازهر، كل الدعم لهذا المشروع الهام اللي اكيد باش نتبعوا التفاصيل في الايامات الجايه، واللي المؤكد انه باش يرجع بايرادات ماليه لمعتمديه حجب العيون ويرجع بالنفع بصفه عامه الى ولايه القيروان. مشكور جدا سي لازهر النصري رئيس بلديه حجب العيون على تدخلك معنا بخصوص تركيز سوق لبيع وشراء السيارات في حجب العيون. ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. مالي ساعة وثمانية وعشرين دقيقة على إذاعة الحياة فم، مازلنا مواصلين معكم في ريكاب ميدي، مواصلين حتى لساعتين بريفي. كنا باش ناخذوا أحد الخبراء الاقتصاديين باش نحكيوا على الأسباب اللي أدت إلى الترفيع في أسعار الكهرباء والغاز في تونس، ولكن للأسف الشديد تعذر علينا ذلك. إن شاء الله تكون في مناسبة يعني قادمة. والأكيد سي سامي بن حميد المدير التجاري لشركة ستيك نرجع شوية على الأسباب اللي هي يعني تعود إلى ضعف الإنتاج، تعود زادة إلى ارتفاع الأسعار العالمية، إلى الحرب الروسية الأوكرانية ومعناها التبعات متاحة اللي كانت تقريبا على كل المجالات. على كل حال في ديفيغ نيوز باش نرجو على زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تركيا، زيارة تستغرق 3 أيام. شنو أبعاد هذه الزيارة، أهداف الزيارة، وكيفاش باش ترجع طبعا على العلاقات الجزائرية التركية؟ تدسويت في ديفيغ نيوز. ديفيغ نيوز. في ديفيغ نيوز معنا الزميل الصحفي حسن حويشة، صحفي بجريدة الشروق الجزائرية. سي حسن عسلامة، مرحبا بك على إذاعة الحياة فم. شكرا على الاستضافة، مرحبا. شكرا لك سي حسن حويشة. قراءتك لزيارة الرئيس تبون إلى يعني الدولة التركية بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكيف ستنعكس هذه الزيارة على التبادلات التجارية والعلاقات التركية الجزائرية؟ نعم، زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تركيا أعتقد أنها تندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة والصداقة أيضا مع تركيا، بحكم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان أول رئيس دولة يزور الجزائر بعد انتخاب السيد رئيس الجمهورية في يناير 2020. كان هو أول رئيس دولة أجنبية يزور الجزائر، وتم الاتفاق حينها على توقيع على عدة اتفاقيات شراكة وتعاون. لذلك أعتقد أن هذه الزيارة هي تأتي في إطار الجزائر لا تبحث عن تعديد الشركاء، ولكن هناك شركاء السلطات تريد التركيز عليهم، لأنه لو نلاحظ الشركة الجزائرية التركية كانت مربحة للطرف الجزائري، لأنكم كما تعلمون أنتم جيراننا في تونس تعلمون أن الاقتصاد الجزائري يرتكز أساسا على صادرات المحروقات نفط وغاز. لكن بفضل الشراكة التركية الجزائر دخلت نادي يعني تصدير خارج المحروقات في عدة منتجات، على غرار مثلا الحديد والصلب. حاليا بفضل الشراكة الجزائرية التركية مصنع توسيالي للحديد والصلب في وهران حقق رقم تصدير ب 700 مليون دولار في السنة الفارطة، وحسب مسؤولي الشركة هذا العام 2022
سيتم تجاوز 1 مليار دولار في تصدير من هذا المصنع فقط. أيضا هناك ثمرة شراكة جزائرية تركية في ولاية غليزان غربي الجزائر لمصنع النسيج، هو يعد من أكبر المصانع في إفريقيا، وحاليا الجزائر تصدر منتجات هذا المصنع إلى تركيا وأيضا إلى بلدان أوروبية أخرى. وكما سبق للرئيس تبونو أن أعلن في وأن صرح في لقاء مع وسائل إعلام محلية أن استثمارات تركيا لا تتبعها مطالب سياسية من القيادة التركية، عكس بلدان غربية لما تكون لها استثمارات في الجزائر غالبا ما تكون لها مطالب سياسية أخرى. شنو في هذا الإطار ماذا ستستفيد تركيا؟ يعني حكيت لنا على الاستفادة الجزائرية من هذه الزيارة ومن المبادلات التجارية مع تركيا، في المقابل إذا كان ما فماش يعني أهداف سياسية وإلا دوافع سياسية للاستثمار، ونعرفوا أنه تركيا أستاذ حسين هي من أكبر وتقريبا الدولة الأولى اللي عندها استثمارات في دولة الجزائر مقارنة بدول أخرى. نعم، تركيا صارت بمثابة المستثمر الأول في الجزائر، المستثمر خارج قطاع المحروقات، وحسب البيانات الرسمية لسفارة تركيا بالجزائر هناك أكثر من 1300 شركة تركية ناشطة في الجزائر، بعد أن كان العدد في مطلع الألفية الجديدة سبع شركات تركية فقط كانت ناشطة في الجزائر سنة 2000. توليت 1300 شركة تركية، 1300 شركة في الرقم الجديد المعلن عنه كان خلال إفطار رمضاني في شهر رمضان المنقضي في الجزائر العاصمة. السفيرة التركية صرحت أن هناك أكثر من 1300 شركة تركية نشطة في الجزائر، وهذا رقم رسمي. لذلك أنه وحسب تصريحات متكررة للمسؤولين الأتراك، هما الأتراك يريدون جعل الجزائر كمنطلق نحو القارة الإفريقية، لأنه إقامة مصانع في الجزائر بشراكة تركية، كما تعلمون اليد العاملة في الجزائر نوعا ما تعتبر رخيصة، ليست مكلفة. أيضا تكاليف الطاقة مقارنة بجيراننا فقط تكاليف الطاقة منخفضة جدا، لذلك إقامة مصنع في الجزائر وجعله منصة للتصدير نحو الجيران وحتى نحو إفريقيا يعتبر مربح جدا. لذلك هناك تركيز من الأتراك على الجزائر نظرا لوجود مزايا استثمار. فعلا هناك عراقيل وبيروقراطية والجهاز الإداري في الجزائر معروف بالتخل، لكن الرئيس عبد المجيد تبون منذ قدومه يعني إجراءات متتالية لكبح ثقل الإدارة في مواجهة المستثمرين. لذلك أعتقد أنه هذه الزيارة ستعطي دفعا أكثر للتعاون الجزائري التركي، وسنشهد في قادم الأشهر والسنوات المزيد من الشراكة المربحة بين الطرفين. إضافة إلى أنه حاليا يجري تنفيذ مصنع للبتروكيماويات في ولاية أدنا بجنوب تركيا بشراكة مع سوناتراك ورونيسانس هولدينغ التركية. هذا المصنع سينتج مادة بيلو بروبيلان اللي تدخل في صناعة السيارات بالخصوص وصناعة الصيدلة أيضا. والجزائر ستضمن على الأقل لثلاث عقود تسويق جزء هام من غاز البترول المسال الذي يعتبر مادة أولية لهذا المصنع، إضافة إلى الاستفادة من عملية تسويق منتج هذا المصنع المشترك. لذلك كما قلت لك الشراكة الجزائرية التركية دخلت في خانة رابح للطرفين، وتخطت المحروقات إلى قطاعات غير نفطية، وأيضا لا تتبعها مطالب سياسية. طيب أستاذ حسين نحويشة صحفي بجريدة الشروق الجزائرية، هل هناك علاقة، وطبعا هناك علاقة بين زيارة لافروف مؤخرا إلى الجزائر وهذه الزيارة، زيارة الرئيس الجزائري إلى تركيا، خاصة فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية وملف دعم روسيا؟ أعتقد أن زيارة الرئيس تبون إلى تركيا كانت مبرمجة من قبل سنوات، يعني تأجلت
الرئيس كما تعلمون أصيب بفيروس كورونا والجائحة فرضت منطقها وتأجلت الزيارة لعدة أسابيع، لأنه كما قلت لك أردوغان كان أول رئيس دولة أجنبية زور الجزائر بعد انتخاب رئيس تبون في نعم. لذلك أنا لا أرى هذه الزيارة كانت مبرمجة وتأجلت لظروف قاهرة. أما زيارة لافروف إلى الجزائر، طبعا الجزائر تعتبر حليف استراتيجي لروسيا، وقبل أيام فقط كان هناك صريح جدها من لافروف بأنه محاولات عزل روسيا لن تنجح لأن لها علاقات قوية مع الصين ومع 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 دول الخليج ودول إفريقيا، وذكر وخص الجزائر بالذكر. لذلك أنه جاءت بالفعل، هي جاءت في توقيت في جد مهم زيارة لافروف في خدمة الحرب، في خدمة بعد أيام من اتفاق رفع الإمدادات الغازية إلى إيطاليا. لكن أنه زيارة تبون حاليا إلى تركيا أعتقد أنها تأجلت لظروف قاهرة وليس ولم تبرمج ل بالتزامن مع زيارة لافروف معناه. نعم واضح. به سي حسن حويشة، بالنسبة لموضوع زيادة ضخ الغاز الجزائري إلى في اتجاه أوروبا في اتجاه إيطاليا، هل هذا باش يمس حصة تونس من الغاز الجزائري؟ لأنه تقريبا بدينا نسمع في تصريحات عدد من المسؤولين التونسيين، خليني أقول، اللي يقول لك أنه ستتأثر كميات الغاز اللي جايتنا من الجزائر بالمتغيرات في العالم الكل. أنا لحد الآن لا يوجد أي تعقيب رسمي من السلطات الجزائرية بشأن هذا الموضوع. أنا شخصيا اتصلت عدة مرات بشركة سوناطرا طمعا في الحصول على توضيح بهذا الشأن، لكن إلى حد الآن لا يوجد أي رد رسمي من طرف السلطات الجزائرية. أعتقد هذا رأيي، أن تصريحات المسؤولين التونسيين بهذا الشأن لها علاقة مباشرة بالأسعار، لأنه أسعار الغاز، أعتقد أن أسعار الغاز يعني صارت مكلفة جدا وارتفعت بشكل رهيب، بما يعني لا يسمح بشراء المزيد من أعتقد المزيد من الكميات في ظل هذه مستويات الأسعار الحالية. لكن أعتقد أنه البلدين يمكن يعني العلاقة الجزائرية التونسية منذ قدوم الرئيس تبون أصبحت يعني في مستويات ممتازة. يعني أعتقد أن البلدين ولو حدث شيء من هذا الأمر ستكون هناك مفاهمة في هذا الإطار، خاصة وأنه فما ود سياسي بين الرئيس الجزائري تبون ورئيس تونسي. نعم، منذ قدوم الرئيس تبون العلاقات بين البلدين صارت في مستويات جد ممتازة. يعني يبقى هذا مجرد تفصيل وتحصيل حاصل سيتم التفاهم بشأنه. هذا رأيي. واضح. طيب، بقية الملفات المطروحة إلى جانب توقيع جملة من الاتفاقيات في هذه الزيارة، هناك جملة من الملفات، ما هي أبرز هذه الملفات التي ستطرح على الطاولة؟ على ما أعتقد هي اليوم هناك منتدى لرجال الأعمال الجزائريين أو الأتراك، لكن أيضا لا يمكن أن نغفل الملف الليبي. وعلى ما يبدو هناك توافق إلى حد بعيد بين الجزائر وتركيا. هما في البداية كان هناك نوع من تباين الرؤى في القضية الليبية، لأنه الجزائر دائما كانت ضد تواجد أجنبي في ليبيا، لكن فيما بعد أعتقد حصل تفاهم وهو حاصل حاليا بشأن التوجه في أقرب وقت إلى تنظيم انتخابات شفافة في ليبيا تكون فيها الكلمة للشعب، لأنه الجزائر يمكن أن تتضرر من استمرار الوضع في ليبيا على حاله، لأنها تتقاسم 1000 كيلومتر من الحدود مع البلد الجار. نعم. طيب سي حسين، بخصوص يعني جملة من الملفات الأخرى، وكانت راجت على وسائل التواصل الاجتماعي في البروتوكول، بخصوص البروتوكول هذه الزيارة، تم استقبال الرئيس الجزائري عندما وصل إلى تركيا، لم يتم استقباله من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. هل هذا عنده توضيح أو عنده يعني تفسير؟ فعلا المسألة أخذت أبعاد كبيرة على المنصات الاجتماعية، فيه مضاربة حقيقة في هذا الموضوع. لكن يعني بالنظر إلى سوابق الرئاسة التركية في استقبال رؤساء الأجانب، فيه كثير من الرؤساء لم يستقبلوا في المطار، لأنه هذا تقليد تعمل به الرئاسة التركية منذ سنوات، ويتم الاستقبال الرسمي في اليوم في اليوم الموالي أو في مساء ذلك اليوم.
أيضا أنه أنا أعتقد أن الرئيس التركي في ذاك اليوم كان عنده التزامات. أيضا الرئيس تبون أراد أن يكون له لقاء غير رسمي لأنه مع الجالية الوطنية الجزائرية المقيمة في تركيا. في هذا اللقاء لا يدخل في أجندة الزيارة، هو خاص بالرئيس فقط، وعقد اللقاء مساء ذلك اليوم. لذلك أعتقد أنه الموضوع أخذ أكثر من ما يستحق، وخصوصا على المنصات الاجتماعية. أيضا في اجتماع منتدى الأعمال والاستثمار التركي الجزائري سيكون الرئيس تبون يترأس يعني هذا المنتدى. نعم. إلى جانب نائب أردوغان، وليس أردوغان أيضا. نعم، لأنه الرئيس أردوغان لديه أجندة، وهو غادر إلى الإمارات لتقديم واجب العزاء في وفاة رئيس الإمارات رحمه الله. لذلك والموضوع حال اليوم يخص منتدى رجال الأعمال، يعني ووفد الوزاري الجزائري ووفد الوزاري التركي، وإضافة إلى رجال الأعمال. أنا أرى أنه لا يستدعي حضور الرئيس رجب طيب أردوغان، لأنه الأمر الأساسي تم التفاهم بشأنه يوم أمس، وتم التوقيع على 15 اتفاقية تعاون وشراكة في عدة قطاعات. طيب، الشعب الجزائري كيف يتابع هذه الزيارة؟ هل يتابع باهتمام؟ نعم، هذه الزيارة تحظى باهتمام لأنه الجزائريين ينظرون إلى تركيا على أنها قوة اقتصادية صاعدة، ويمكن أن تشكل أن تكون شريكا للجزائر في إعطاء دفع قوي للاقتصاد في قادم السنوات، لأنه خاصة أن الرئيس عبد المجيد تبون أكد بنفسه مرارا وتكرارا أن ما تبقى من هذه العهدة على الأقل سيكون عهدة اقتصادية بامتياز، لأنه جائحة كورونا كبحت الرئيس في العامين الأولين لم تتيح له هامش حركة كبير. لذلك اعتبارا من السنة الحالية وقادم السنوات ستكون سنوات اقتصادية بامتياز، والشريك التركي كما قلت لك يمكن الاعتماد عليه لإعطاء دفعة خاصة للقطاعات غير النفطية، لأنه هذا هو مشكل الاقتصاد الجزائري، اعتماد التبعية المفرطة للمحروقات، وهو ما تدفع السلطات للتخلص منه في قادم السنوات. طيب، زميل صحفي حسن حويشة، يعني احنا نتابع في تونس طبعا تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية اللي نجر عليها عدة صعوبات وارتفاع في أسعار عدد من المواد آخرها الكهرباء والغاز. في الجزائر كيف هي تداعيات الحرب الروسية على الجزائر؟ هل هناك تداعيات واضحة؟ هل تضررت يعني الاقتصاد، تضرر اقتصاد الجزائر جراء هذه الحرب؟ هل هناك زيادة في أسعار عدد من المواد؟ كما يقول المثل، مصائب قوم عند قوم فوائد. هذه الحرب فعلا أثرت على عديد البلدان، سواء من ناحية الطاقة أو من ناحية الغذاء. بما يخص الجزائر، هذه تعتبر نعمة للجزائر بين قوسين، لأنه موردها الأساسي كما تعلمون هو المحروقات، النفط والغاز والمشتقات، وارتفعت أسعارها بشكل كبير. هذا سيضخ مبالغ إضافية في خزينة الدولة من جهة، لكن من جهة أخرى الجزائر أيضا تعتمد على استيراد جزء كبير من غذائها من الخارج. حاليا في شهر رمضان كان نوع من الاضطراب، يعني في بعض المواد على غرار الزيوت الغذائية والسميد ومادة الحليب، ولكن بعد مقدار شهر رمضان بشكل مفاجئ، لحد الآن التحليلات متضاربة عن الأسباب، بشكل مفاجئ كل شيء أصبح متوفر وبكميات كبيرة وبأسعار كما كان في السابق. لسنا ندري لحد الآن ما سبب هذه الوفرة بمجرد انقضاء شهر رمضان. فقط بالنسبة للحبوب، السلطات طمأنت منذ فترة أن المخزون الحالي المتوفر لدى دوانين الحبوب الحكومية، ديوان الوطني المهني للحبوب، تكفي لمدة 8 أشهر. إضافة إلى هذا أن الموسم الفلاحي هو موسم رائع وممتاز في كافة حقول الجزائر شرقا ووسطا وغربا وحتى في جنوب البلاد. يعني الأمطار مارس وأفريل أعادت الأمل بمحصول، ربما لا أقول تاريخي لكن سيكون محصول جيد. معتبر جدا. نعم.
لذلك عموما ولحد الان الامور على ما يرام. سي حسين حويشه، انت اشرت الى تقارب وتماهي الموقف الجزائري التركي بخصوص الملف الليبي، ونحن نتابع اليوم يعني اشتباكات في العاصمه الليبيه طرابلس. كيف يبدو موقف الجزائر من هذه الاحداث، خاصه وان الجزائر تدعم الدبيبه يعني في الجزائر اعلنتها صراحه بانها تدعم رئيس الحكومه عبد الحميد دبيبه، واليوم دبيبه صرح بان من يريد ان يحكم ليبيا عليه بالتوجه للانتخابات، واعتقد ان هذا هو موقف الجزائر، ان حل ليبيا لن يكون عسكري وسيكون سياسي بجلوس الليبيين مع بعضهم البعض على طاوله واحده للتفاهم بشان حل يرضي جميع الاطراف، وهذا الحل يكون عبر انتخابات شفافه ونزيهه تمنح الكلمه للشعب الليبي ليختار من يمثله في الحكم. هذا هو موقف الجزائر ولا اعتقد انه سيتغير. بخصوص الانتخابات، الدبيبة في آخر زيارة له إلى الجزائر كان التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقدم له مرسوم أو نص خارطة الطريق. نعم. يعني توضحت خارطة الطريق تم تداولها في الجزائر، حكيوا عليها لحد الآن لم تتسرب تفاصيل بشأن هذه الخطة خارطة الطريق، لكن اعتقد ان الطرف الليبي اطلع الجزائر عليها، لان الجزائر لا تريد ان تنأى بنفسها عن التدخل في الشأن الليبي، تريد ان تقارب بين الاطراف الليبيه دون ان تتدخل، لانه من مبادئ السياسه الخارجيه الجزائر عدم التدخل في الشؤون الداخليه للدول. لذلك اعتقد ان الطرف الليبي اطلع السلطه الجزائريه عليها من باب انهم جيران ويريدون يعني منذ تفجر الازمه وهم يبحثون معنا حلا سلميا للازمه. اما التفاصيل لحد الان لا يعني حتى وسائل الاعلام الجزائريه والمقرب حتى من 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 الحكومه او من الرئاسه لم تتسرب، لا حكوميه ولا خاصه، لم يتسرب بشانها اي شيء لحد الان. هل اعلنت الجزائر عن اجراءات يعني استثنائيه بعد التطورات الميدانيه في الجزائر والاشتباكات؟ هل وجهت مثلا رساله للجزائريين؟ لحد الان وزير الخارجيه متواجد في تركيا، والرئيس الرئيس ايضا ووزير الخارجيه، لا لحد الان لم يصدر اي بيان رسمي بشان، لكن ربما سيكون بعد عوده الرئيس سيكون على الاقل بيان لوزاره الخارجيه. نعم. الزميل الصحفي حسين حويشه، صحفي بقناة أو بجريدة الشروق الجزائرية، مشكور جدا على تدخلك معنا اليوم على إذاعة الحي تفهم للحديث حول زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، زيارة تستغرق 3 أيام كاملة إلى تركيا بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. نحكينا أيضا على آخر المستجدات في ليبيا وموقف الجزائر الذي يتماهى مع الموقف التركي الذي يرى أن الحل هو في الانتخابات والحل هو ليبي. شكرا جزيلا لك. هكا نكون وصلنا إلى ختام غيكاب ميدي لليوم. نحب نوجه تحية للسي حمادي البقلوطي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام، ما تمكنش باش يكون حاضر معنا اليوم، تحية لي سينو. نوجه تحية إلى أمنة بوخيت في الإخراج التقني، أحمد الشفار في الديجيتال، حسام الربحي في الأعداد، أنس الهمامي في ستوندار. كنت معكم سهام حمدي، منوص النهار حتى التوا في غيكاب ميدي، نتقابلوا غدوة في غيكاب جديدة في الأمان. غيكاب ميدي، غيكاب ميدي، متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم، يجيكم من الاثنين للجمعة من نص النهار لساعتين على الحياة فهم.